السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل اليوم في مادة الميكانيكا الهندسية، وذلك من خلال الشابتر 10 والأخير في هذا المقر. عنوان الشابتر هذا اللي هو Dynamics of Rigid Bodies. طيب، خلال المحاضرة الأولى من الشابتر 10 هنشوف Introduction، وبعدين هنشوف الحالة لما يكون Translation Motion، وآخر شيء هنشوف Rotation about a Fixed Axis. بالنسبة للمقدمة، يعني في الشابتر اللي فات واللي قبله شفنا يعني الحركية أمتعة الأجسام أو أمتعة الجزيئات، ذلك من استعمال القانون الأساسي اللي هو هذا F يساوي MA. لكن اليوم حنشوف قانونين اثنين مختلفين، يعني القانون الأول اللي هو Method of Work and Energy، والقانون الثاني أمتعة Conservation of Energy. حنبدأ بالحالة لما تكون حالة الحركة أمتعة الجسم هي حركة مستقيمة. لو ناخذ أي جزئية A و B موجودة على الجسم هذا، باعتبار الجسم هذا هو جسم صلب، يعني البوزيشن أمتعة البارتيكل A والبارتيكل B حتكون حسب العلاقة التالية، يعني R B حتكون R A plus R B A. R B A اللي هي relative position ما بين ال A وال B. إذا كان نمر إلى السرعة، بالنسبة للسرعة امتعت الـ V، هذه الـ VA وهذه الـ VB. عشان نمر إلى السرعة حنسوي المشتق امتعت الـ position، بما أن الـ RB تساوي الـ RA plus RBA. يعني لو نمر للمشتق، علشان هنا حطينا دوت مشتق حسب الطيب، بما أن المسافة ما بين RB هذه الـ RBA هي ثابتة. ليش؟ لأن الجسم يعني جسم صلب، يعني هذا بيكون صفر على طول، بتكون يعني تساوي الـ R dot A، يعني الـ velocity في الـ B تساوي الـ velocity في الـ A. يعني إذا كان عندك جسم صلب وهو في حالة حركة، أي نقطة موجودة على الجسم هذا بيكون كلهم عندهم نفس السرعة. نفس الشيء بالنسبة للتسارع، حنمر للمشتق الثاني، طبعا هذه حتكون صفر على طول، الـ RB dot second بتكون RA dot second، يعني التسارع في النقطة B يساوي التسارع في النقطة A. نفس الشيء أي جزيئة موجودة على جسم صلب يكون في حالة حركة، كل النقاط حتكون عندها نفس قيمة التسارع. لكن الحين حنشوف لما الحالة تكون في حالة دوران حول محور ثابت، مثلا الجزيئة هذه في حالة دوران حول المحور هذا، طبعا الفيلوسيتي حتكون الدي ار على الدي تي، طبعا هذه هي الفيلوسيتي، الار اللي هي البوزيشن، الدي ار على الدي تي حيكون اوميجا اللي هي الانجولار فيلوسيتي اوميجا كروس R، يعني الفكتور R هذا كروس أوميجا بيعطينا الفيلوسيتي. الأوميجا اللي هي نفسها أوميجا K، اللي هي نفسها نكون نرمز لها تيتا، يعني دوت اللي هي لونجلر فيلوسيتي، يعني زاوية أو سرعة الدوران، يعني الدوران. بالنسبة للتسارع اللي هو حيكون يعني في التسارع هنحتاج إلى دي أوميجا على دي تي، اللي هي يمكن نسميها ألفا اللي هي لونجلر أكسيريشن، يعني التسارع لما يكون حالة حركة دوران، اللي هو المشتق الثاني أمتعت الزاوية، اللي هو المشتق الثاني أمتعت الأوميجا. بالنسبة للعلاقة ما بين الفيلوسيتي والأوميجا، بما أنها الفيلوسيتي تساوي أوميجا كروس R، يعني القيمة المطلقة أمتعت الفيلوسيتي حتكون R في الأوميجا. الأوميجا اللي هي أنجلر فيلوسيتي أمتعت الدوران أمتعت البارتيكل هذه، والR اللي هي البوزيشن بتاعت البارتيكل. بالنسبة إلى يعني التسارع، نفس الشيء التسارع هيصبح عندنا يعني النورمال والتنجون السلمي، خط التماس على النورمال، هذه النورمال وهذه التنجون السلمي، بما أن هذه حركة الدوران يعني الفيلوسيتي أنجلر فيلوسيتي حتكون أوميجا، والأنجلر أكسيريشن حتكون ألفا، يعني التسارع هيصبح عنده تو كومبوننتس، اللي هي التنجونسيونال حتكون ألفا كي كروس R، يعني القيمة المطلقة متاعها تصبح R في الألفا، والنورمال الفكتور حيكون ماينس أوميجا سكوير في الR، يعني حتكون R أوميجا سكوير اللي هي القيمة المطلقة اللي هي AN اللي هي النورمال، وهذه هي التنجنشنال. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، إن شاء الله يعني نواصل بقية المحاضرة في المناسبة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.